اهلا وسهلا ومرحبا، كيفكم البنات؟ لاباس عليكم؟ هانين، صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. بقاكم الفيديو ديالي كما العاده في احسن الاحوال يا رب، والله يسهل عليكم، والله يحفظ لكم وليداتكم، والله يعطيكم صحيحتكم. وكيف درتوا البنات مع هذا البرد؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير البنات. ولدي ديما تيقول لي مالك ماما كتبقاي تقولي غير البنات، قولي حتى الدراري زعما. مرحبا بكم اللي عندي في القناه، بنات واولاد مرحبا بكم، كتشرفوني دائما، ومرحبا باللي التحقوا جداد، مرحبا بكم حتى في القناه. مهم، جيت معكم اليوم بواحد الفيديو خفيف ظريف، بواحد الطورطه كما كتشوفوا رائعه، كتجي من داك الشيء رفيع، ساهله في التحضير، وتقدروا ديروها في الصباح ولا في العشيه، تشربوا بها اتاي. المهم انا غادي نخلي لكم مقادير كما كتشوفوا، هي الطورطه ديال التفاح، والمقادير ساهلين كما العاده، والطريقه سهله، وغادي نشرح مع غادي ندير لكم الطريقه المبسطه كما العاده. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير، وفرجه ممتعه. اول حاجه عندنا جوج تفاحات، غادي نشدوهم نقطعوهم طريفات صغار، كما كتشوفوا البنات. من بعد ما قطعتهم هكا طريفات صغيورين، غادي نشد واحد الحامض اللي عصرته، غادي نضيف عليهم هكا واحد 3 حتى 4 المعالق صغار، غير باش التفاح ديالنا يبقى محافظ على اللون ديالو ما يتاكسدش. صافي، غادي نحركوهم بحال هكايا، وغادي نخليوه على جنب حتى نحتاجوه في الطريقه ديال تزيين التورته في الاخير قبل ما ندخلوها الفرن. وندوزو طبعا الطريقه ديال تحضير الكيك. بالنسبه للعجين غادي نحتاجو هنايا جوج ديال البيضات، واحد الفانيليا، عندنا هنايا واحد الكاس ديال السنيده، حوالي واحد 110 غرام هكاك ديال السكر سنيده، مهم السنيده اللي بغى يقلل منها يقلل، باش تحافظوا على الصحه ديالكم دائما قللوا من السكر سنيده. من بعد ما غادي نمزجوا السكر سنيده مع الفانيليا والبيض حتى ما يبقاوش لنا دوك الحبيبات تاع السكر، غادي نضيفوا واحد 110 مليلتر ديال الزيت، الزيت النباتي طبعا. صافي، وغادي نستمروا في التحريك، غادي نضيفوا القشور ديال الحامض اللي حكيناهم، وغادي نضيفوا واحد اليوغورت ديال الفانيليا كما كتشوفوا البنات. هنا في الكيك راه درنا الفانيليا والحامض، يعني غيكونوا المذاق ديالهم غالب، زائد التفاح راه كيجيو المذاق رائع. وغادي نزيدو هنايا واحد جوج معالق هكاك ديال العصير ديال الحامض، غادي نحركو جميع العناصر كما كتشوفوا بالزربه كيتجانس لينا الخليط. ودابا غادي نزيدو واحد 250 غرام ديال الدقيق،
الدقيق الابيض وغادي نزيدوا واحد الخماره ديال 15 غرام ديال خميره الحلويات وغادي نستمروا في التحريك حتى نجمعوا العجين الخليط عفوا ديال الكيك. كما كتعرفوا البنات الكيك دائما كيبغي تبقى يتحركي في نفس الاتجاه، يعني يا اما في اليمين يا اما في اليسار حسب كل واحد وكيفاش كيرتاح. المهم كتبقاو غاديين دائما في نفس الاتجاه. وهنايا غادي نجيب واحد اللاطه اللي غادي ندخلو الفرن غادي ندهنوها بالزبده. مهم بالنسبه للطول ديالها 26 سنتيم. وغادي نرشوها بالدقيق. مهم خليت هنايا الخطوات باش كاين شي بنات اللي بحرام مبتدئات يعرفوا كيفاش يرشوا الدقيق. منهم بنات ان شاء الله غيتعلموا من هاد الفيديوهات في المستقبل القريب يا رب. وغادي نجيبو هنا واحد الورقه كما كتشوفوا غادي نبقاو نثنيوها على هذا الشكل. غادي نحطوها في النقطه ديال الوسط وغادي نضغطوا بالاصابع ديالنا وهذيك البلاصه اللي ضغطنا عليها هي اللي غادي نقصوها باش تجينا على شكل دائري على هذا الشكل. وغادي نحطوها حتى هي في اللاطه. غادي نحطوا هذاك التفاح واللي بغاها تجي مذهبه يرش واحد شويه ديال يدهن الورقه بالزبده ويرش عليها شويه ديال السكر. بالنسبه لي انا كنحاول نتجنب السكر قدر المستطاع، داكشي علاش بعض المرات كنقلل منه وكنستغنى عليه بزاف ديال الحوايج في الحياه اليوميه ديالي. الانسان خاصو يحافظ على الصحه ديالو من بدايه، يعني ماشي حتى يوقع في الغطاء. في المرض عادي يبدا ينقص السكر ينقص الملح، يعني حاولوا تنقصوا من الاول وصافي. كما كتشوفوا من بعد ما كنسرحوا هذاك التفاح كنصبوا فوق منه هذاك الخليط ديال العجين اللي درنا، كنحاولوا بحال هكا نوزعوا الخليط فوق التفاح. وصافي غادي ندخلوها الفرن اللي سخنته من قبل على درجه حراره عفوا 180 درجه. مهم كندخلها في هذيك البلاصه التحتانيه ديال الفران، كنحاول الكيك نقربو شويه لتحت يعني ما نخليهوش في الوسط ولا نرفعوه بزاف الفوق البارتي التحتانيه، وكنخليوه لواحد المده ديال 45 دقيقه. البنات صافي راه كيكون الكيك طايب وجاهز. 45 دقيقه مده الطهي ل 180 درجه مئويه ديال الحراره وصافي. كنخليه في البارتي التحتانيه كما قلنا ديال الفرن ومن بعد كيصير جاهز معنا كما كتشوفوا. الكيك ديالنا ها هو حاضر، الوجه ديالو متحمر. غادي نشدوه غادي نقلبوه على هذا الشكل. نقلبته مباشره باقي سخون كما كتشوفوا. كما كتشوفوا هنايا غادي نحيدوا هذاك الورق ديال الفرن على الوجه ديال الكيك وغادي نخليه حتى يبرد وعاد نزينوه بالطريقه اللي بغينا. انا غادي نوريكم الطريقه ديالي اللي درت ديال التزيين من بعد ما غيبرد ان شاء الله. وبالنسبه للتزيين الوجه تقريبا كل واحد كيزين بالطريقه اللي كيرتاح فيها. مهم انا هنا درت الجوانب بالعسل، دهنت غير الجوانب. اللي بغى يدهن الوجه كامل دهنوه. زينته هنايا بواحد شويه ديال البيستاج اللي عندي هنايا. بيستاج مهرمش طبعا، راني زينت به غير الجوانب
وبالنسبه للوسط غادي نرش عليه واحد شويه ديال السكر كلاصي كما كتشوفوا، وصافي الطرطه ديالنا كتكون جاهزه والمذاق رائع. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش البنات اللي جربتها تخلي لي التعليقات ديالها وتقول لي واش نجحت معها الوصفه ولا ما نجحتش معها. وكيف العاده البنات ما تنساونيش من التعليقات ديالكم الجميله، انتقادات مرحبا بكم، في اي حاجه بغيتوا تكتبوها خليوها لي في التعليقات. والملتحقين جداد ما تنساوش ابوني، وبسلامه عليكم.